اهلا بحضراتكم من جديد، ونبتدي طبعا حوارنا وبنرحب بالكابتن سامح لبيب المدير الفني لفريق الشبات 2006 واللي حصدوا كاس مصر منذ ايام، ومدير قطاع الناشئات بالكامل في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن سامح. اهلا بيك يا تعز، ربنا يخليك. منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الحقيقه يعني اكيد اي نجاح ما بيجيش من فراغ، نجيد جهد وعرق وتعب. ابتديتوا ازاي مع الجيل ده، مع الفريق ده من الصيف؟ ابتديتوا معاه ازاي وحطيتوا له جدول ازاي وصولا بالبطولات اللي احنا مرينا بيها كلها يا كابتن؟ هو الجيل ده يعني جيل مميز في النادي الاهلي، لان الجيل ده طول عمره الحمد لله ما بيخسرش كل البطولات الحمد لله من ساعه ما اتعمل. فعلا ما يعني الجيل ده 2006 احنا مميزين فيه جدا، لان ده اللي احنا بنتامل فيه ان هو ده يبقى مستقبل النادي الاهلي. وده اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، لان احنا الاعمار 17 سنه خلاص، سنتين ثلاثه ويبقى هم اللي شايلين الرايه. احنا الحمد لله دلوقتي عندنا 5 لعيبه مثلا في منتخب 2004 المنتخب الاعلى، عندنا 3 4 لعيبه شروق وجهاد ونهى 3 ومزنه برده كانت بتتضم للمنتخب وترجع تاني. وعندنا الثلاثه بيطلعوا يتصعدوا مع الدرجه الاولى. الله اكبر، ما شاء الله. فالفريق ده الحمد لله، الحمد لله ان عناصره كلها مكتمله في كل المراكز، في كل مركز فيه واحده او اثنين. عندنا الف وب الف وب بيلعبوا فاينل دوري. يعني فاينل دوري، وكانوا بيلعبوا فاينل منطقه. يعني اقوى فرقتين في المنطقه الف وب. ما الله اكبر. فالحمد لله يعني احنا الحمد لله السنه دي حاجه تدعو للفخر ليك وللنادي الاهلي كله، ان يبقى عندنا فرقتين يعني 32 لاعيبه، صح؟ لا 23، يعني 21 لعيبه. حاجه 40 لعيبه النادي الاهلي مطلعهم من ولاده بفرقتين وبينافس بيهم. هو بص يا هيثم، بالمناسبه دي انا عايز اتكلم ان احنا عندنا كمان 8 الف و8 ب، ماشي. الفرقتين صعدوا للنهائيات، ماشي. عندنا 2004 الحمد لله اول سنه السنه دي خدت بطوله منطقه. فاحنا الحمد لله القطاع السنه دي ماشي بخطى ثابته، بنرجع بقى عصر البنات في النادي الاهلي ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله. طب كابتن، مع الفريق ده بالذات ابتديت امتى؟ يعني هل ابتدينا في شهر 7 8؟ مشيت معاه ايه البرنامج اللي انت حطيته للفرقه؟ وعايز اعرف برضه البطولات، يعني مش بطوله كاس مصر، كان قبلها بطوله المنطقه، البطولات اللي مرينا بيها ايه؟ هو بص، المدرب بتاع الفرقه الكابتن احمد حسن، عشان برضه ما نبقاش حقه. ابتدى طبعا، يعني اكيد هو في شهر في اول 7 ابتدى، عملوا فتره اعداد مع كابتن بديعه اللي هي مدربه الاحمال. تمام. ماشي. وابتدى يخش بقى طبعا الجيم، فكان الاغلبيه تبقى في النادي الاهلي طبعا، في اهلي الجزيره الجيم والصاله. وبعد كده دخلوا في ماتشات وديه. بعد ما دخلوا بقى في الماتشات بقى الوديه، ابتدينا بطوله المنطقه. بطوله المنطقه بتعتبر بالنسبه لنا اعداد لبطوله الدوري، لان هو اقوى فرقتين قلت لي الف وب. فالحمد لله في بطوله المنطقه الفرق اللي لعبوها يعني لا شمس، طيران، كسبنا كله. كسبنا الحمد لله كله. وفي نفس الوقت فرقه به برضه كسبت كل الفرق اللي قدامها، وتقابلوا الاثنين في النهائي، ودي اول مره تحصل في النادي الاهلي. انا بقول لك، انا فوجئت لما لقيت به بيلعب فاينل القاهره، فوجئت ان به كمان طلع نهائيات الدوري. يعني به كسب الزمالك. كسب الزمالك اول امبارح. والف كسب وبه كسب. والاثنين تاهلوا نهائيات الدوري، فدي حاجه تتحسب بشكل الحمد لله. الحمد لله. يعني بس هنا في نقطه بقى، حضرتك رئيس جهاز ورئيس او رئيس قطاع الناشئات، عندك ازمه دلوقتي، انت عندك وفره في اللاعبات. وعندك 42 لعيبه، يعني بنقول بقى كده احسن 42 لعيبه في مصر. الدرجه الاولى مش هتستوعب العدد ده كله، هتعمل ايه؟ هي دي بتتوقف بقى على مدرب الدرجه الاولى في احتياجاته. يعني احنا مثلا السنه اللي فاتت كان عندنا فرقه بتاعه 2002 خدوا منها 2 لعيبه او 3 لعيبه. هل طلعتوا حد اعارات؟ لا، بيطلعوا الفرق الثانيه، بيروحوا بقى فرقه ثانيه. لان انت عندك اصلا لان انت عندك اصلا في الدرجه الاولى في لعيبه صغيرين سن. طب هل ممكن زي الالعاب الثانيه تمضوا لعيبه على عقد وتطلعوها انتوا اعاره، زي مثلا الطايره ما بتعمل؟ ده لو النادي السنه دي طبعا، لو السنه دي الفكره دي لو النادي طبقها السنه دي. لا، احنا عندنا لعيبه طبعا، لو تطلعها بره وترجعها تاني هتستفاد منها طبعا. يعني انت شايف ان دي ممكن فكره؟ طبعا.